ذكرت تقارير يابانية أن اليابان وفرنسا والولايات المتحدة ستجري تدريبات عسكرية مشتركة برية وبحرية لأول مرة في مايو القادم مع تكثيف الجيش الصيني لنشاطه في المنطقة. وأكدت صحيفة سانكي اليابانية أن المناورات ستجرى في واحدة من الجزر اليابانية النائية غير المأهولة، وستركز على تقديم المساعدات خلال الكوارث الطبيعية، إلا أن أجزاء منها ستغطي أنشطة الدفاع ضد أي هجوم. وأشارت الصحيفة إلى أن المناورات المشتركة تهدف لمجابهة الصين التي تقول إن لها الحق في السيادة على جزر تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي.